حجاج بيت الله يعودون اليوم إلى أرض الوطن، تفاصيل فرحة العودة تتابعونها في هذا التقرير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يما. أول مرة تروحين الحج يما؟ أول مرة. شلون كان الشعور أول ما شفتوا بيت الله؟ صف الحمد لله رب العالمين، كنت أتمناه من زمان، والحمد لله رب العالمين الله حقق لي هالأمنية، فضل الله وفضل أمي والله يرحم أختي. الله يرحمها. إيه والله. فرحتك أول ما رديتي واستقبلوك بهالورد؟ الحمد لله مستانسة، فرحانة ما قصروا والله سبحان. شلون شفتوا التساهيل هناك؟ حكومة المملكة العربية السعودية، البحرين، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم متساعدين وايد وايد تنظيم. صراحة من البداية كانت إجراءات موفقة، متحمسين متفاعلين، خاصة أن هي رحلة العمر، وشفتوا ما شاء الله في المطار صراحة الوجوه فيها الرضا، فيها القبول، يعني ترتسم عليها يعني صراحة علامات يعني انشراح الصدر، وأن سووا ركن من أركان الإسلام فريضة الحج. صراحة شعور لا يوصف، والأهالي والبكاء الفرح ودموع السعادة، وهما يعني ردوا سالمين غانمين بعد أداء الفرض، والحمد لله على كل حال. أنا قابلتك السنة اللي طافت بعد وانت راد من الحج، وهالسنة بعد ربي كتب لك انك تزور بيت الحرام ان شاء الله. الله يكتب لي السنة الجاية بإذن الله بعد. شعورك وانت كل سنة الحمد لله بتوفيق من ربي تروح الحج وانت راضي؟ هذه الحمد لله يعني انا اعتبرها دائما دعوة من رب العالمين، هو يناديك مو بنت تروح. الحمد لله عسى ربي يجدد لك. اللهم امين. الله اللهم امين. الله يسمع منك وييسر لك. مشكور والله. طبعا شعور جميل جدا، خاصة الواحد يعني هذه فريضة أداها وكان فيها تعب، لكن هذه الفريضة إذا ما فيها تعب طبعا ما تقدم شيء لله سبحانه وتعالى، لأن الناس تروح وتتعب تقطع مسافات. احنا والله الحمد حجاج البحرين تحديدا يعني أمورهم يكون متيسرة أكثر، في حملات صراحة ما تقصر، حملات المواسم ممتازة ما قصرت في أي شيء، بالإضافة إلى أن باقي الحملات أيضا ما نقلم شانهم، لكن كل شيء متوفر، كل الأمور متوفرة، أيضا البعثة يتابعونك والسعودية مو مقصرة، لا يعني الأمور منظمة. وفوق هذه انت سعادتك لما تؤدي ذي الفريضة، يعني انت يعني الشيء ذي يحدث من داخل القلب، اللهم لك الحمد والشكر نأدي الفريضة. والله يكتب لنا ان شاء الله. والله يكتب لنا ان شاء الله.